فعلت الوصله شمرتها بباب الغرفه فشعرها قريب على يعني صار يم الوصله فتو اشتعل يعني شعرها انا خفت ارتبكت. لنذهب الى دياله مشاجرة بين امرأة وضرتها يسكنون ربما في بيت واحد أو بيتين متقاربة. طبعا المشكلة أنه بسبب تعدد الزوجات أنه واحدة من هذه الزوجات قتلت ضرتها. مشاجرة صارت في المنزل بسبب يعني مضخة الماء ومن عندها صارت حالة القتل ومحاولة لحرق الجثة أيضا. خلونا نشوف هذا التقرير من ديالة. بنت عمي يعني قرايبي. اي يعني ولد عمام بيناتنا. اي شو تعود لك؟ تعود يعني زوجة رجل يعني ماخذها زوجته الثانية. اي شريشتي. فاحنا تحاكينا على مطار مال مايك كودن الشغل لياه لان هو ببيتها داخل بيتها. اي فمن طلبت من عندها ما قبلت فقامت تصيح علي وتغلط وفشار تفشر فاني هم رديت لها يعني غلطت عليها وهذه واقول لها هذا الماطور مو الك الي يعني مال البيت شغلي لي اياه فدرت عليها من الباب فدقيت الباب فتحته فبالحوش الشاجرنا بيناتنا يعني مغالط بيناتنا فطلعت هي قدامي للبيت جوا داخل البيت اي فبيدها سكينه مال الاكل شي تطبخ فيها فقالت لي بس تتقربين اجرح روحي واقول للوليد يعني الرجلي اي فانا من شفتها توها جرحت روحها وقامت عيط انا رحت عليها تقدمت فتلازمنا بيناتنا من تلازمنا بيناتنا هي كمشتني من انا ومن راسي تهلس بيا وانا كمشتها من حلقها ومن رقبتها فصارت مكامش بيناتنا زلقنا ووقعنا بباب الغرفه اي فبذيك اللحظه يعني انا صرت بصفها وهي نايمه بالقاع فمن ما حسيت يعني الا هي يعني بين يدي جوايا ميته يعني هذا الشيء صار من ما عرفت يعني ميته عدله ما عرفت فاكو وصله بالمطبخ مال الطباخ يمسحون بها فرحت جبتها يعني اريد احرق البيت كليته يعني بيتها وبيتي واطلع اخذ جهالي قلت وامشي فمن شعلت الوصله شمرتها بباب الغرفه فشعرها قريب على يعني صار يم الوصله فتو اشتعل يعني شعرها انا خفت ارتبكت يعني شلون انصدمت ما وعيت بذاك الوقت طفيتها ورجعت شرادت رحت بعد البيتي اي شلون صار بعدين تبصرون شلون رجعت للبيت فالعصر من اجى زوجي فطب هو لبيته لان هو ما يطب علي يطب عليها للبيت فطب لقاها ميته فاجى علي قال لي هاي البنيه ميته تعالي لبسيها ملابس هي اللي كودة كانت مرتدية ثوب مال نوم تلبسه بالبيت. المتهمة أحلام نجم عبد العيار. أنت مع على هذا الفعل؟ إي والله وأنا صاحبة أربع جهال وعندي وحدة خمس أشهر عقبتها والله. ترضى والله ما عندي أحد لهم.